دايما عارفين ان الولاد نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، هبة ربنا بيديها لنا. لكن جينيفر بان كانت عكس كده خالص. جينيفر اللي اطلق عليها الابنة الشيطانية. سنة 1979 بتبدأ قصتنا لما هاجر راجل اسمه هان بان من فيتنام لكندا كلاجئ سياسي، وهناك اتعرف على ظهر السفينة بواحدة كانت برضو لاجئة فيتنامية. وبعد فترة وبعد ما استقروا في كندا قرروا ان هم يبروزوا حبهم بجوازهم عشان ينجبوا اول مولود سنة 1986، وهي جينيفر بان بطلة حدودتنا. والمولود الثاني كان فيليكس، وده اتولد سنة 89. حياة العيلة ازدهرت بالهدوء والتواضع المادي لحد لما مع الوقت بدأت حياتهم تتحسن تدريجيا، خصوصا بعد ما اشتغلوا الزوجين في مصنع مغانا، مصنع اسمه مغانا انترناشونال لتصنيع قطع غيار السيارات. ده بجانب طبعا ادخارهم للمبلغ كويس جدا في البنك. ومع حلول سنة 2004 اشتروا بيت كبير نسبيا في بلدة اسمها ماركام بأنتاريو. لما وصل جينيفر في عامها الرابع سجلوها في معهد لتعليم البيانو، وده بعد ما شافوا اهتماماتها بالآلات الموسيقية بشكل عام. ولما دخلت المدرسة برضو كانت تلميذة متفوقة جدا في كل المواد تقريبا، ده غير بصمتها في كل جوائز المدرسة الممكنة. أبوها وأمها سجلوا كمان جينيفر بنتهم في نادي للتزلج على الجليد، ولولا إصابتها بتمزق في الركبة كانت هتنافس على مستوى كبير جدا جدا في اللعبة دي. روتين جينيفر كان صارم جدا. بعد ما بترجع من النادي على الساعة 10 بالليل كانت بتخلص واجبها المدرسة عشان تلحق انها تنام من المدرسة. وفي اللحظات دي الضغط اللي كان بيمارس على البنت دي كان شديد جدا، وده لان الاب كان من الابهات الشديدة جدا. على طول كان بيطلب من بنته ان هي تجيب الدرجات الكاملة في كل المواد، وكمان الضغط ده ما تشكلش منه لوحده، ده كمان زوجته ساهمت فيه بشكل كبير جدا. بعد ما كملت جينيفر عامها ال 14 سنة كانت واثقة تماما من ان هي هتاخد لقب الطالبة المثالية، بس اللي حصل الحقيقة كان بمثابة القشة اللي قطم الظهر البعير. اللي حصل ان طالبة تانية خدت اللقب منها، وجينيفر اتفاجئت جدا بالموضوع ده. وقتها جت لها خيبة امل كبيرة وسألت بينها وبين نفسها ايه الفايدة من المحاولة لو مفيش اي حد اعترف بجهودها. صدمتها خلتها تخلع قناع السعادة، وقررت من وقتها انها تبين غضبها من الموقف ده بس بطريقتها الخاصة. اتظهرت قدام الناس ان هي مبسوطة لزميلتها وانها مش زعلانة ابدا من اللي حصل. وفي السنة اللي بعدها مستواها المعتاد رجع خطوات كتيرة جدا عن العادي بتاعها، ومتوصل معدلها وصل ل70% في كل المواد، وده بعد ما كانت درجاتها بتعتبر كاملة في كل السنين اللي فاتت. ولما جينيفر ما حبتش انها تصيب اسرتها بخيبة الامل دي قررت بكل بساطة انها تزور درجاتها. اتنقلت جينيفر لثانوية ميري ويرد الكاثوليكية، وهناك كانت البيئة المثالية ليها. هناك قابلت ناس كتير من كل الطبقات والفئات، وبطبيعة جينيفر الاجتماعية اندمجت، عاشت اللحظة بابتسامتها الودودة اللي مخبية وراها عار كبير جدا على نفسها، وده بسبب تراجع مستواها الدراسي، وكمان بسبب خوفها من كشف تزويرها لدرجات قدام أهلها بالذات، خصوصا بقى ان هي ما بطلتش عملتها دي واستمرت في تزوير درجاتها في الثانوية كمان، وده لحد لما هتتفضح بأشنع طريقة. كل حاجة بتحمل وجهات نظر، ووجهة نظر جينيفر بأن هي أهلها بيضيقوا عليها، وأن هي كمان ما بتخرجش لأي مكان بعد المدرسة، وكمان منعوها من الحضور في أي نشاطات برا المدرسة. ده كله بررته بالتزمت عليها، وهم في المقابل كانوا شايفين أن هم بيعملوا كده من خوفهم عليها، من خوفهم من المجتمع الكندي. حياة جينيفر العاطفية بدأت خيوطها تتشد في صفها الـ11، وقتها كانت بتعاني من نوبة رب وما كانتش قادرة تتنفس خالص. لاحظ معاناتها دي زميل ليها كان اسمه دانيال وينج، فساعدها دانيال وحاول ان هو يهديها على قد ما يقدر، وبالفعل عدت من مشكلتها على خير. لكن حياتها المضطربة ساعدت مع جفاف عاطفتها كمان انها تشوف الموقف اللي عمله دانيال ده حاجة مش عادية، واللي هو يعني كان ممكن اي حد غيره اصلا يساعدها لو خد باله منها، لكنها شافت ان هي حاجة مش عادية ابدا وما تقدرش ترد جميلها غير بارتباطها واعجابها بيه. اتعلقت جينيفر بدانيال جدا على الرغم من سمعته السيئة وشهرته بتجارة الماريجوانا، وكانت بتقول لأصحابها ان هو الشخص ده اللي انقذ حياتها، وهو حرفيا بقى بالنسبة لها كل حياتها. ومش محتاج اقول ان علاقة دانيال اتحطت ضمن الصندوق الاسود لأسرار جينيفر، يعني كده كل اللي يعرفه اهل جينيفر عنها مجرد كذبة كبيرة
لكن الكذبة كبرت جدا جدا بعد ما جينيفر سقطت في الثانوية العامة بمادة التفاضل والتكامل، وما عرفتش تتخرج من الثانوية ولا تلتحق بالجامعة بسبب المادة دي. جينيفر بقت ما بين نارين، يا تقول لأهلها وتلحق أخطائها وتنشل نفسها من بير نهايته وأصلا هتكون نهاية مأساوية، يا تكمل بقى في كلمتها وترسم حياتها المبنية على كذبة وتشوف هل هتظبط معاها كل حاجة زي ما هي متخيلة ولا كل حاجة هتطبق في دماغها. كملت جينيفر في كذبها وقالت لأسرتها إن هي نجحت في الثانوية والتحقت كمان بجامعة رايرسون عشان تدرس العلوم فيها لمدة سنتين، وبعد كده هتنتقل لجامعة تورنتو عشان تدرس الصيدلة زي ما أبوها كان بيتمنى. عارفة كانت تسألني دلوقتي هما زي أهلها ما بيدوروش وراها برغم من أنت يعني عرفنا يعني أن هما مأزمين عليها قوي. والصراحة أنا ما عنديش أي إجابة واضحة، لكن على ما أعتقد أن هما ما تخيلوش أبدا أن بنتهم يوصل بيها الأمر للكذب بالطريقة دي. المهم أن دخول جينيفر للجامعة بالنسبة لأسرتها كان مناسبة تاريخية، وعشان السبب ده إدها أبوها موبايل جديد. وقتها اشترت صاحبتنا كل المستلزمات الدراسية اللي تخليها قدام الناس وأهلها طالبة جامعية مش لسه متخرجتش من الثانوية. كانت يوميا جينيفر بتحضر شنطتها وتروح باتجاه مركز النقل العام في وسط المدينة عشان تروح لأي مكتبة عامة بدل الجامعة عكس ما أسرتها كانوا فاكرين. قضت أوقات فراغها عند دانيال في بيتهم أو على القهاوي، ده بجانب إن هي اشتغلت في واحدة من الكافيهات الموجودة في المدينة، واشتغلت كمان كأستاذة لتعليم البيانو، هوايتها اللي حاولت ان هي تستثمرها بشكل كويس. وبعد سنتين من كذبها وادعائها بالتسجيل في جامعة رايرسون، راحت لابوها وامها وقالت لهم ان هي اتقبلت في برنامج الصيدلة بجامعة تورنتو، وانها زي ما وعدتهم هتتنقل للجامعة زي ما خططت بالظبط. طبعا سعادة اهلها ما كانتش تتوصف، وعشان كده استغلت جينيفر فرحتهم واقترحت ان هي تقعد 3 ايام مع صاحبتها في سكن قريب من الجامعة. طبعا اهلها ما فكروش كتير، وافقوا على الفور، وافقوا لأن بنتهم رفعت راسهم ووصلت لمكانة علمية محترمة جدا. ومع الوقت جينيفر زودت قصة البيات ده عند صاحبتها يعني عشان تتقرب من دانيال وتقعد كمان معاه في بيت أهله. كدبت أكيد جينيفر على أهل دانيال إن أسرتها موافقة، وفي كل مرة كانوا أهل دانيال بيطلبوا من جينيفر إن هم يتعرفوا على أهلها، بس هي كانت في كل مرة بتختلط كذبة جديدة، وبديهي دانيال كان دايما بيدعمها في كذبها كمان. عاشت جينيفر حياة مزدوجة وقدرت انها تخدع الكل طول وقت دراستها. وبعد سنتين تانيين نظريا كان جه الوقت انها تخرج جينيفر من الجامعة، وقتها ساعدها دانيال ان هم يدوروا على حد من النت يزور لهم شهادة التخرج. ووقت التخرج قالت لأسرتها ان إدارة الجامعة سمحت للطلاب الخريجين ببطاقة ضيوف واحدة بس، وده عشان كل الكراسي محجوزة، وهي المفروض قالت لهم ان هي هتديها لصاحبتها بتاعت السكن. وبعد ما أوهمت جينيفر أهلها إن هي خلصت دراستها وبدأت كمان شغل تطوعي في مختبر الدم في مستشفى سيك كيدز كجزء من شهادتها، طلبت كمان من أبوها وأمها إن هي تقعد وقت أكتر مع صاحبتها في السكن. كل حاجة مشيت زي ما جينيفر خططت، بس الموضوع اتعكر صفه في النص، وده بسبب شك أبوها. أصلها إزاي بتروح شغلها من غير يعني يونيفورم ولا حتى بطاقة دخول للمكان ولا أي حاجة تدل إن هي بتشتغل في المستشفى؟ وعشان كده اشتبه هان اللي هو أبوها في القصة دي، وتاني يوم أصر إن هو يوصلها هو وأمها للمستشفى بعربيته. ولما وصلوا طلبوا منها يشوفوا مكان شغلها. جينيفر كانت لأول مرة ترتبك، تحس إن حصون الكذب اللي بنتها طول سنينها اللي فاتت دي هتبدأ تنهار قدام عينيها، لكنها برضو استمرت. قالت لهم إن الإدارة مش بتسمح لأي حد بالدخول عشان مكان شغلها يعني بيكون معقم. وبعدها نزلت جينيفر بسرعة من العربية وراحت في اتجاه المستشفى واستخبت في واحد من ممرات المكان. نزل أبوها وأمها وراها وسألوا الممرضات اللي في المكان عن بنتهم المتطوعة، لكنهم وبعد سؤالهم اتصدموا جدا بالجواب، مفيش أصلا أي متطوعين هنا. فضلت جينيفر مستخبية لحد لما روحوا، ولما هي كمان روحت واجهها أبوها بحقيقة اللي عرفه. وقتها هي ما انكرتش، اعترفت بكل حاجة، اعترفت ان هي ما تطوعتش اصلا في المستشفى ولا حتى درست الصيدلة ولا دخلت اصلا رحاب الجامعة، وده لان هي لسه ما تخرجتش من الثانوية العامة من الاساس. وانهت جينيفر اعترافاتها بحقيقة علاقتها بدانيال. الصدمة مالت عيون عيلتها الصغيرة، وبعد كلامها ده حاولوا ان هم ينسبوا اخطاء بنتهم لاي حد غيرها، بس ما عرفوش، وكمان ما عرفوش يخبوا العار اللي عملته. وساعتها كلمهم على دانيال، لمو قالوا ازاي اصلا ما حاولش يقول لهم على العالم الموازي التاني ده اللي كانت جينيفر عايشاه
بس مع الوقت واصطدامهم بالواقع فرضوا على جينيفر قيود كتيرة جدا. أولهم كان منعها من إن هي تشوف دانيال أو حتى إنها تستعمل موبايلها لمدة أسبوعين، وبعد الأسبوعين سمحوا لها باستخدام الموبايل بس في أثناء وجودهم. واحدة واحدة بدأوا إن هم يسمحوا لها بقدر من الحرية زي تكملها للتعليم على عزف البيانو، وكمان سجلوها بدورة في مادة التفاوض والتكامل عشان تاخد شهادة التخرج وتلحق الجامعة. والحقيقة إن الخطة كانت ماشية مظبوط، ويمكن كمان لو كملت فيها كانت هترجع تاني لمستواها التفوقي. لكن طبيعتها المتمردة رفضت كل القيود اللي أهلها عملوها، كمان حبها لدانيال خلاها ما تعرفش أبدا تلتزم بأي أوامر، وبدأت ترجع بقى تكلمه من تاني في الوقت اللي بيناموا فيه أهلها، ومن وقت للتاني حاولت تشوفه بين دروسها. ما كانتش قادرة جينيفر أبدا تتماشى مع تزمت ومراقبة أهلها، وكمان دانيال كان بدأ يتخنق من مواعيدهم السرية دي والحياة اللي كلها تخفي، وعشان كده فكرت جينيفر في ازاي تخلص من مراقبة أسرتها الصارمة دي، وللأسف ما لقيتش أي طريقة غير محاولة قتلهم. الفكرة المجنونة دي بدأت إن هي تدخل في دماغها مرة مرة، وفكرت بالفعل إن هي تأجر ناس يقتلوا أبوها وأمها، ولو ده حصل هتكون ضربت عصفورين بحجر واحد، تبقى تخلصت من قيود أسرتها وكمان هتاخد تركتها من الورث. وعلى الرغم من ان الفكره مجنونه جدا وصعب حد يقتنع بيها، الا ان هي عجبت دانيال قوي، واللي بسبب خبرته الاجراميه ادها رقم صاحب قديم جدا له اسمه كارو فورد، وكمان ادها موبايل وخط جديد عشان تتواصل معاه. وبالفعل اتواصلت معاه وطلبت مساعدته في استئجار قاتل، وقال لها ان العمليات دي بتتكلف في الغالب 20,000 دولار، لكنه خفض لها السعر ل 10,000 بما انه صاحب دانيال. وفي صباح يوم من الأيام نوفمبر سنة 2010 راسل كارفورد ده جينيفر وبعت لها اليوم بعد انتهاء العمل سيكون موعد اللعبة. وفي مساء اليوم نفسه كانت جينيفر قاعدة في أوضتها اللي في الدور الثاني من البيت. وقتها كان هان اللي هو أبوها كان نايم، وأمها كانت بتتفرج على تلفزيون في الدور الأرضي، وأخوها فيليكس كان في مدينة هاملتون كان بيدرس الهندسة هناك. وعلى حدود الساعة 9:30 تقريباً نزلت جينيفر من فوق عشان تقول لأمها إن هي هتنام. بعد كده رجعت جينيفر تاني أوضتها، وبعد نص ساعة نورت الإضاءة لمدة دقيقة كاملة، وبعد كده طفتها تاني، ودي كانت الإشارة للعصابة عشان تبدأ تنفذ عمليتها. العصابة كانت بتتكون من كارفورد، وده تمام جدا عرفناه، والتانيين أسمائهم كانت ديفيد وكارتي. وبعد ما تلقوا العصابة الإشارة دي اقتحموا البيت، ووجه واحد من العصابة مسدسه قدام نيك اللي هي الأم، والتاني طلع لأوضة نوم هان وهدده عشان يقتله. أما تالت واحد بقى فراح لجينيفر ومثل بتهديدها عشان تدله على مكان الفلوس الموجودة في البيت، وبعد ما نهب شوية فلوس نزل بجينيفر للدور الأرضي وربط إيديها في ترابزين السلم. كانت أم جينيفر منهارة في البكاء بتتوسل للعصابة إن هو محدش فيهم يأذي بنتهم. هدها واحد منهم وقال لها ما فيش ما تقلقيش ما حدش هيجي عندها. وبالفعل اكبر واحد منهم الاب والام ان هم ينزلوا البدروم وغطوا وشهم بالقماش، واطلق واحد منهم على الاب رصاصتين، واحده اصابت كتفه والتانيه وشه، وثلاث رصاصات اصابوا بيها وجه الام. بعدها مشيت العصابه على طول عشان تتمكن جينيفر بعد شويه من ان هي توصل للموبايل بتاعها اللي كان موجود في جيب بنطلونها وتتصل بالنجدة. والحد هنا خلينا أقولك إن مهما كانت كل حاجة ماشية زي ما تخطط ليها، لازم بتحصل حاجة في النص كده تبوظها، وده اللي حصل مع جينيفر لما اتصلت بالشرطة وسمعت أثناء المكالمة صوت هام من تحت بيستغيث، وده بعد ما فاق وشاف جثة زوجته. بعد دقيقة وصلت الشرطة وعربيات الإسعاف للمكان، واتنقل هان لأقرب مستشفى. أجلت جينيفر بشهادتها للشرطة وقالت اللي حصل بالظبط، وأكدت إن عملية السطو دي على بيتها الهدف من وراها كان السرقة. لكن وقتها أسئلة كتير جدا خرجت للواجهة، والمحققين ملقوش أي إجابة واضحة ليها، وكان أهمهم إزاي العصابة دي اقتحمت البيت من غير استخدام أي أداة لفتح الباب. بلاش، طب إزاي جينيفر اتصلت بالشرطة وإيديها الاتنين مربوطين ورا ظهرها؟ أصل لو هدف العصابة السرقة فعلا، ليه ضربوا النار على شاهدين بس وسابوا جينيفر من غير حتى ما يأذوها؟ كل الأسئلة دي خلت الشكوك تزيد حوالين جينيفر، وبسبب الشكوك دي كلها تم تعيين فرقة لمراقبة تحركاتها، واستدعوها كمان عشان شهادتها تاني، وقالوا لها إنها لازم تمثل قدامهم إزاي لوت جسمها عشان تخرج الموبايل بتاعها وتتصل بالنجدة. وبعد 3 أيام فاق هان من غيبوبته، ولسوء حظ جينيفر
كان هان فاكر كل تفاصيل الواقعة. بعدها قال هان للشرطة إن واحد من العصابة كان بيتعامل مع جينيفر كأنه عارفها، وإنه شافهم بيتهامسوا مع بعض لما كانت جينيفر على طرابزين السلم. استدعت جينيفر الشرطة للتحقيق مرة تانية، والمرة دي كان الكلام معاها بلهجة مختلفة تماما عن كل مرة، وده لما قالوا لها إنها متورطة بشكل أو بآخر في الجريمة دي، وده يرجع لطبيعة الأدلة اللي لقوها واللي بسببها أو يعني اتأكدوا منها إن هي متواطئة جدا مع العصابة. انفجرت جينيفر في العياط وحاولت إنها تألف قصة بايظة خالص يعني، لكن ما تصدقتش، زي إن هي حاولت الانتحار كذا مرة بسبب ضغط أهلها عليها عشان بيبعدوها عن دانيال، وللأسف معرفتش تقتل نفسها فاستأجرت ناس إن هم يدخلوا بيتها ويقتلوها، لكن حصل سوء تفاهم وقتلوا عيلتها بدل ما يقتلوها هي. اتقبض على جينيفر على طول واستدعوا دانيال كمان للتحقيق معاه، وطبعا كان في تناقضات كبيرة جدا بين رواية جينيفر ودانيال، اللي نفى ميول جينيفر للانتحار أصلا وقال إن كل تفكيرها كان إزاي تتخلص من قتل أسرتها. وفي وسط التحقيق عرف المحققين موضوع الموبايل اللي ادى دانيال لجينيفر، ومنه بحثوا في الرسائل الممسوحة واللي من خلالها عرفوا تخطيطهم لتفاصيل الجريمة، وفي الآخر اتقبض على دانيال وكل أفراد العصابة التلاتة. واستمرت محاكمات جينيفر لأكثر من 10 شهور، وفيها تم استعراض في حدود 50 شاهد، وفي الآخر كان باين جدا على جينيفر إن هي متفائلة قبل النطق بالحكم، لكن ده الشيء اللي بسرعة اتقلب لدموع وخوف، خوف من المستقبل. حكمت المحكمة على جينيفر بالسجن مدى الحياة مع عدم إمكانية الإفراج المشروط عنها بعد 25 سنة، واتحكم كمان على دانيال وكراوفورد وديفيد اللي ضربوا النار بالسجن مدى الحياة مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 25 سنة. أما الأخير كارتي فاتحكم عليه بالسجن لمدة 18 سنة مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 9 سنين، ومنع القاضي الاتصال بين جينيفر وعيلتها، وده بناء على طلب أبوها وأخوها. بعدها اتلقى الهام عشان يعيش عن قرايبه بسبب إن هو مش قادر يسكن لحظة واحدة في البيت اللي اتقتلت جوا مراته. أما فينيكس أخوها فتلقى من الساحل الشرقي بعد التخرج، وده هروبا من زحمة العارة اللي حصل بسبب أخته. وطبعا في العموم كل اللي حصل ده خلى إن فينيكس يجيله اكتئاب شديد جدا، وبقى شخص منعزل وانطوائي. ولحد هنا انتهت قصتنا، وانتهت قصة جينيفر اللي عاشت حياتها على الكذب والتمرد، وفي الآخر أنهت حياتها جوه قضبان حقيقية، الحقيقة اللي اتحفرت على جبينها، الحقيقة اللي بتقول إن هي السبب في إزهاق دم أمها والسبب في تدمير مستقبل عيلة بأكملها. مش بنبرر أبداً اللي عملته جينيفر، ولا بنبرر أبداً التزمت اللي بيتعاملوا بيه الأهل مع الأولاد. في النهاية دي كانت حلقة النهاردة، أتمنى إن هي تكون عجبت حضراتكم، بشكركم شكرا جزيلا. لو انت لسه جديد على القناة ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو انت من الناس اللي بتحب تدعمني فياريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. السلام عليكم.